على الرغم من التغير الذي أحدثته إجراءات التصدي لفيروس كورونا على الكثير من عادات السوريين، إلا أن طقوس رمضان ما زالت حاضرة في سوق الجزماتية بحي الميدان ولم تغب عنه. فالزينة والأناشيد حاضرة ومختلف أنواع المأكولات والعصائر والحلويات متوافرة مع اتخاذ أصحاب المحال جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي للفيروس. لما تفتح المحل بيصير في تعقيم، بيصير في شطف تعقيم للبسطات الأغراض اللي بنستعملها. في كمان شغلات وقائية عم تتخذها الشغيلة، يعني مثل انه لبس الكمامات، تعقيم الايدين كل شوي. هذا مطبخ مدينة دمشق، هذا شو بتشتهي فيه؟ كل شيء اكل، طبخ، حلويات، دمشقيات، شرقيات، ورب العالمين هيك يعني عاطي هالبهجة لهالشارع. بهذا الشارع بتحسي ببهجة رمضان، الناس عايشة أجواء تقاليدها، حياتها الطبيعية بس بحذر. يعني الإقبال أكثر شيء على المعروك، نحن مهتمين هلأ متفرغين كلياً للمعروك، بندعمه كثير يعني بالجوز الهند، بالشوكولا، بالعجوة، المعروك السادة، يعني بنحط أجود الأنواع وكثير طيب. هاي المشروبات لها خصوصيتها، ونحن كنا من رمضانات السابقة نعبي قدام الزبون يدوي، بس هلأ بسبب هالجائحة عم نعمل يعني وقاية احترازية، عم نعبي بالرمال، نجيبه معبى خالص، عم نعقمه ونعطيه على الزبون. سوري ميدان من يوم يومه دائما مشهور بالأكلات الشرقية والغربية والحلو. الأجواء صعبة شوي، زيارات عائلية ما في، صار في تباعد اجتماعي، بس الحمد لله يعني نحن موجودين بصحتنا وعافيتنا الحمد لله.